السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معاكم المهندس حسين الفيسي، وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 15 فبراير 2023. حاليا أنا موجود على محور بن زايد الشمالي. المحور اللي احنا ماشيين عليه ده أحد المحاور الرئيسية المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده مسار المونوريل اللي صورناه قبل كده بنفس المكان ده أكتر من مرة. زي ما حضراتكم شايفين الدنيا كل يوم بتختلف هنا عن اليوم اللي قبله. المسار بتاع المونوريل ده كده جاي من عند مسجد مصر، من عند المسجد الفتاح العليم، وماشي من الغرب للاتجاه الشرق في العاصمة الإدارية الجديدة لحد مسجد مصر الكبير، وبيعدي لحد محطة الورش في العاصمة الإدارية الجديدة. في النص كده ده مسار النهر الأخضر برضو بين محور بن زايد الشمالي ومحور بن زايد الجنوبي. بيتوسط المسافة منطقة الأعمال المركزية اللي هنشوفها قدام حضراتكم، دي منطقة الأبراج اللي قدام حضراتكم، منطقة الأعمال المركزية شرحناها قبل كده، عبارة عن 20 برج بيتوسطهم البرج الأيقوني بارتفاع 79 دور 2485 متر. المنطقة اللي على ايدينا الشمال دي منطقة الام يو 7 الخاصة بمنطقة الابراج اللي هيتم تنفيذها ان شاء الله الفترة اللي جاية، خاصة بشركات التطوير العمراني، وفي شركات كتيرة جدا بدأت تشتغل اليومين دول زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. دي شركات كتيرة جدا بدأت تشتغل في المكان، وفي اعمال حفر وعمل تسوية للارض وفي اعمال كتيرة جدا شغالة. دي كده محطة منطقة العمالة المركزية أو محطة البرج الأيقوني الخاصة بالمونوريل زي ما حضراتكم شايفين شغالين فيها حاليا. دي كده منطقة الام يو 7، المسافة اللي هي الفاضية بين منطقة العمالة المركزية ومنطقة الار 3 هي دي منطقة الام يو 7 عشان الناس تبقى. ده كده قدام حضراتكم المحطة الخاصة بالمونوريل في المكان هنا، هي محطة هتكون في موجود محطة هنا خاصة بالمونوريل قدام منطقة الأبراج أو قدام منطقة الأعمال المركزية. إن شاء الله هناخد جولتنا كده على محور بن زايد الشمالي، هنروح منطقة الداون تاون، هنشوف منطقة البنوك، وهنمر كده لحد هنوصل لحد القصر الرئاسي إن شاء الله تعالى في جولتنا اللي هناخدها قدام حضراتكم دي كده. زي ما حضراتكم شايفين الأعمال والدنيا دايرة هنا في العاصمة الإدارية الجديدة علشان الناس. في ناس كتيره جدا كلمتني وقالت لي ان العمل متوقف في العاصمه، لا العمل شغال وهتشوف الدنيا دايره. والحمد لله في افتتاحات اليومين دول، تم افتتاح بنك مصر في منطقه البنوك وعرضنا الفيديو بتاعه امبارح، وان شاء الله هنشوف المكان ده دلوقتي وهتشوف العمال وهتشوف الدنيا قدام منطقه البنوك وهتشوف الدنيا دايره بسم الله ما شاء الله. خليه نحل موجوده في كل مكان في العاصمه الاداريه الجديده، كل مكان هتروح في العاصمه الاداريه هتلاقي ناس شغاله والدنيا دايره فيه، ما فيش اي توقفات علشان الناس اللي بتطلع اشاعات، لا الدنيا والناس اللي شاريه هنا ما تقلقش الدنيا دايره ما فيش اي توقفات خالص في العاصمه الاداريه الجديده. بالعكس وتيره العمل متسارعه اليومين دول، في بدات الوزارات تنقل في العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله تعالى. خلال الايام اللي جايه هيتم افتتاح اكتر من حاجه كده في العاصمه وربنا ييسر الحال باذن الله تعالى. دي كده كل دي منطقه الاعمال المركزيه زي ما قلت لحضراتكم، 20 برج موجودين في المكان اللي قدام حضراتكم ده كده بيتوسطهم البرج الايقوني. وعلى المحور الاخر محور بن زايد الجنوبي في قصادنا كده الناحيه الثانيه الجامعه الالمانيه قدام حضراتكم الناحيه الثانيه وشغاله. طبعا الجامعات الخاصه كتير جدا في العاصمه الاداريه الجديده، كنا نتمنى يتعمل جامعه حكوميه كبيره جدا ضخمه في قلب العاصمه الاداريه الجديده. يا ريت لو حد من الساده المسؤولين يسمعنا يطرحوا الموضوع ده للنقاش او يكون في فكرة او تصور للموضوع ده الفترة اللي جاية. ده كده مسار المونوريل، احنا دلوقتي داخلين على الطريق الدائري الاقليمي، هيعدي من هنا كده مسار المونوريل من على الطريق الدائري الاقليمي، وفي محطة خاصة بالطريق الدائري الاقليمي هيتم تنفيذها هنا للمونوريل ان شاء الله تعالى الفترة اللي جاية. كده مسار الطريق الدائري الاقليمي، هيمر المونوريل من فوق الطريق الدائري الاقليمي قدام حضراتكم، ده المكان اللي بيتقاطع فيه محور بن زايد الشمالي مع الطريق الدائري الاقليمي. يعني لو حضرتك جاي من اي محافظه من بنها من المنوفيه خدت الطريق الدائري الاقليمي بيوصلك في قلب العاصمه الاداريه الجديده. كده عدينا الطريق الدائري الاقليمي ودخلنا على المنطقه الخاصه بقى اللي قدام حضراتكم دي كده، هنبدا نشوف فندق الماسا والمنطقه ودار الاوبرا ومدينه الفنون والثقافه على ايدينا الشمال، وعلى ايدينا اليمين هيكون كومباوند جوهره العاصمه اللي هنشوفه دلوقتي.
من هنا كده بيخش المونوريل تاني في قلب الـ بين منطقة فندق الماسة وبين مدينة الفنون والثقافة. بدأ يظهر قدام حضراتكم دي كده منطقة مولات او ستريب مول قدام فندق الماسة. طبعا فندق الماسة اول حاجة تم افتتاحها في العاصمة الادارية الجديدة عشان الناس تبقى عارفة. فندق ضخم جدا، في قاعة مؤتمرات كبيرة جدا اسمها قاعة القمة، بيتعمل فيها حاليا كل معظم الاجتماعات اللي بيتم عملها في العاصمة الإدارية الجديدة خاص برئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بيتم عملها في قاعة القمة اللي هنشوفها دلوقتي. كل دي منطقة فندق الماسة علشان الناس تبقى عارفة. تم أول حاجة تم افتتاحها في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده قاعة المؤتمرات، قاعة القمة زي ما قلت لحضراتكم اللي عليها القبة البيضة دي، قاعة المؤتمرات الضخمة دي، ده تعتبر أكبر قاعة مؤتمرات في مصر موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. كده بدأ يظهر قدام حضراتكم كومباوند جوهرة العاصمة زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. ده كومباوند ضخم برضه موجود بين محور بن زايد الشمالي ومحور بن زايد الجنوبي، هما اتنين كومباوند موجودين في منطقة النهر الأخضر أو بين محوري بن زايد الشمالي وبن زايد الجنوبي، هما كومباوند جوهرة العاصمة اللي قدام حضراتكم وكومباوند سيليا الخاص بشركة طلعت مصطفى علشان الناس تبقى عارفة برضو. طبعا كومباوند سيليا صورناه أكتر من مرة، صورنا منطقة العمارات وصورنا منطقة الفيلات. الناس لو حابة تتفرج ممكن تخش وتشوف الفيديوهات بتاعتنا القديمة، هتلاقي إن احنا صورنا المكان ده أكتر من مرة بنفس الاتجاه ده، وفي تغيرات كبيرة حصلت في المكان بسم الله ما شاء الله. ده كده مسار القطار الكهربائي جاي من محطة الفنون والثقافة ومتجه كده للمدينة الأولمبية جنوب العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا المسار بتاع القطار الكهربائي جاي من محطة عدلي منصور في السلام وبيكمل بيعدي على العبور والشروق والمستقبل ومدينة بدر ويخش حدائق العاصمة وبعدين العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده منطقة الداون تاون قدام حضراتكم، ده كده بداية منطقة الداون تاون هنا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة أو وسط البلد الجديدة إن شاء الله تعالى. هتكون المنطقة دي عبارة عن 1300 فدان بسم الله ما شاء الله، منطقة كبيرة جدا كلها تكون منطقة خدمات ومنطقة مولات، حاجة تحفة وحاجة كبيرة جدا. ده كده مسار القطار الكهرباء بيعد في قلب منطقة الداون تاون علشان الناس تبقى عارفة. بدأ يظهر في مولات هنا، بدأت تظهر في الصورة في قلب منطقة الداون تاون. طبعا ما صورناش بقالنا 3 شهور تقريبا في المكان ده، فان شاء الله تعالى بإذن الله هننزل نصور الفترة اللي جاية اكتر من فيديو في منطقة الداون تاون عشان الناس اللي سألتنا وطلبت مننا ان احنا نصور الاعمال في منطقة الداون تاون عشان الناس تبقى عارفة. ده كده بيراميدز مول قدام فندق الماسة مباشرة، تقريبا خلصوا اعمال الخرسانات زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. ده كده بيراميدز مول تابع شركة بيراميدز، خلصوا أعمال الخرسانات. بدأ يظهر بعد منه على طول لافايت مول، ده كده تقاطع المونوريل مع القطار الكهربائي. ده كده لافايت مول قدام حضراتكم في الصورة، وبعد منه على طول ده مسار القطار الكهربائي المسار اللي قدام حضراتكم ده كده، وبعد منه على طول مسار المونوريل. هنبدا من هنا كده نشوف منطقه البنوك، هتبدا من هنا الحي المالي هيبدا من هنا كده قدام حضراتكم، هيكون على ايدينا اليمين منطقه الحي المالي. ده كده الشارع الفاصل بين منطقه الداون تاون ومنطقه الوزارات والحي المالي زي ما حضراتكم شايفين، ده مسار المونوريل. وهيبدا من هنا الحي المالي قدام حضراتكم، وسواء على ايدينا اليمين او الشمال ده كله الحي المالي منطقه مولات ومنطقه بنوك. على ايدينا اليمين ده اول حاجه اول مبنى بيظهر قدام حضراتكم بشكله المميز بنك القاهره، وقصاد منه على طول هيئه البريد. ده كده بنك القاهرة قدام حضراتكم بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا شكله تحفة. وزي ما قلت لحضراتكم بنك مصر تم افتتاحه اليومين اللي فاتوا، ده كده بنك القاهرة وبعد منه بنك مصر الأسود ده تم افتتاحه، بعد منه البنك المركزي المصري والبنك الأهلي. ده كده ميدان كبير هيكون من أهم الميادين في العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان كبير شغالين فيه زي ما حضراتكم شايفين العمال بيشغالين في أعمال اللاندسكيب وأعمال التنسيق وأعمال الزراعة. ده كده بنك مصر،
وبين هنا كده منطقة البنوك، وده بنك الأهلي البنك المركزي المصري. زي ما حضراتكم شايفين، الناس ترجع للفيديوهات القديمة هتلاقي ان في تغير كبير جدا حصل وفي المكان. بسم الله ما شاء الله، كمية عمال وكمية عربيات رايحة وجاية وناس كتير جدا شغالة في المكان زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا بنرد على كل الشائعات اللي بتقول ان العاصمة تم توقف العمل فيها، لا العمل شغال ولم ينتهي، كل دي ناس شغالة وبيتها مفتوحة هنا من المكان. بسم الله ما شاء الله، هنا الاف العمال والاف المهندسين شغالين، عدد كبير جدا ناس من الناس شغالة هنا في المكان وبيوتها مفتوحة يعني من المكان ده، من العاصمة الإدارية الجديدة. شركات ضخمة وشركات كبيرة شغالة زي ما حضراتكم شايفين، مولات ومباني وإنشاءات وكومباوندات، يعني بسم الله ما شاء الله شغل وحركة كبيرة جدا يعني في العاصمة الإدارية الجديدة زي ما حضراتكم شايفين. ده كده مول تابع شركة البطل، كابيتال روك كابيتال وان قدام حضراتكم. ده كده برضو مميز، المكان بتاعه مميز، على ميدان رئيسي على محور الوزارات، تقاطع محور الماسة اللي احنا ماشيين فيه مع محور الوزارات اللي قدام حضراتكم. ده كده كده لو دخلنا من هنا هنروح عند مجلس الشعب وساحة الشعب ومنطقة الوزارات زي ما حضراتكم شايفين. الشارع الناحية التانية من الشارع على طول دي منطقة حدائق كبيرة جدا بطول الشارع اسمها حدائق الشعب قدام القصر الرئاسي. ده كده اللي في ظهر الميدان اللي في ظهر على طول، ده تقاطع محور الوزارات مع محور الماسة اللي احنا مكملين عليه لحد دلوقتي. طبعا المحور اللي احنا ماشيين عليه ده جاي من عند الار 7 لحد المكان اللي احنا ماشيين فيه، برضه من هنا لحد الار 7 تقريبا 5 دقائق. دي كلها سلسله حدائق الشعب اللي موجوده قدام حضراتكم في الصوره دي اسمها حدائق الشعب امام القصر الرئاسي في العاصمه الاداريه الجديده. زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي حدائق الشعب امام القصر الرئاسي، صورناها قبل كده برضو، الناس ممكن ترجع للفيديوهات القديمة. وهيبدأ يظهر من هنا كده القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده بداية الصور بتاع القصر الرئاسي، ده هنا حدائق الشعب قدام منها على طول في ظهرها على طول القصر الرئاسي. ده الشارع الفاصل بين الحدائق اللي قدام حضراتكم والقصر الرئاسي زي ما حضراتكم شايفين. ده كده بداية الصور الخاص بالقصر الرئاسي. دي كانت جولة سريعة كده في العاصمة الإدارية الجديدة. إن شاء الله تعالى هنستمر في جولاتنا، هنروح الـR7 هنروح الـR8. الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب.